من المنادي ما فاطمه وسيدتا تقول من طحيت خلف الباب من الضلع مكسور ايدي على ضلعي يا حيدر والدم يفور والجزل يا ابو حسين بالنيران مسعود ناديتهم ردوا ولا ردوا الجواب على لسانها تخاطب امير المؤمنين سلام الله عليه تقول من طحيت خلف الباب يا راعي الحمية ناديت يا في الضام تعال بعجل خريت يا حامي الحمية طاغي ولاختشى يا منك ولاها يقول حينما أقبلت عليها رأيت وجها أغشى بصري نوره فهممت بضربها تقول وانت تشوف يا علي وتسمع ونيني ايش سوى يا زهرة قالت وقف على راسي ولطم خدي وعين عين عيني وانا امتحب واصيح يا فضة ادركيني وردوا لك وقالوك وانت الليث بالغار لكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم شلون أقوم من مكاني بعد يوم زينب أني زينب بضعة حيدر الكرار جيت أجمد اللطمة وأحضن بضعة المختار زينب أني زينب بضعة حيدر الكرار جيت أجمد اللطمة وأحضن بضعة المختار ألا من مناد وفاطمة تقول لشوفت وجهك الطاهر يا يم روحي والهانة أخاف أنظر إلى عيونك وأشوف العين عميانة طمنيني على حالك ولا تخليني حيران ومسحب جافك قضيبي وخبريني يا يما اش صار ومسحب جافك قضيبي وخبريني يا يما اش صار ألا
على من مناد وفاطمة تقول أني بالحجرة كنت أسمع صوت صياد تتلوى وسيدتا أني بالحجرة كنت أسمع صوت صياد تتلوى كأن سمعتك تصيحين جنيني وقع بالقوة بعد تريد أكثر ها تقول بكى وجايبك وينادي حسين يا زينب أمنا في غشوة قومينا حق عليها وجيبي وياك ليه أخمار ومين الحق عليها وجيبي وياك ليه أخمار يا بنتي والله مشتاقة أضمك يا بعد عمري ما الذي يحول بين ذلك يا زهر قالت يا بنتي والله مشتاقة أضمك يا بعد عمري لكن العدو الملعون بالعصرة هشم صدري وعذري وعذري ماثل قبالك يا بنت طالع وعذري من المسمار ما أقدر أسولف لك من المسمار من المسمار ما أقدر أسولف لك من المسمار ألا من مناد وسيدتك تقول بني زينب أحس حيني يا بنتي حان قربي لي نور العين إيش عندك يا زينب قالت وصية عندي لك لازم تنفذيها يا بنتي زين لظهر العاشر محرر عام الواحد وستين نفذيها قبل الحسين ما يبرز إلى الكفار تقول لأبا عبد الله حول عن فرسك عندي وصية ايش هذه الوصية ها؟ تقول قبل ما يبرز المظلوم قبلي قلب أبونا حرام قبل ما يبرز المظلوم قبلي قلبه نحرى لأن قلبه بمثلث بنزعى من خرج وتعال الشمر يا زينب بيتربع على يفري من حرق بالك ورجله تفحص بلوعة يا زينب سهم المثلث هو بالأصل مسماري يا زينب سهم المثلث هو بالأصل مسماري وبخيامك بتلهب نار أصلها من حرام داري وخمارك من جفوفك واني من بابي خماري وقاد اللي على السجاد جنة قاد حامل جار وزادت البنت على أمها
شر دار تستر باليمناء وجها فإن أعوزها الستر تمد اليسار لا تبزغي يا شيخ كي لا ترى زينب ثقلا ما عليها خمار يا الله